هنروح لأبرز الأخبار اللي شهدتها المحافظات المختلفة. محافظة الدقهلية أعلنت تخصيص 20 مليون جنيه بالتقريب لتطوير ملعب المنصورة. محافظة أسيوط شهدت تسليم شحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية. كمان مديرية الصحة بالإسماعيلية أعلنت أنه تم الكشف على 1660 مواطن بقافلة طبية ضمن حياة كريمة. أما محافظة القاهرة فقررت النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفني. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية من محافظات مختلفة هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة شهدتها المحافظات. محافظة الدقهلية أعلنت تخصيص 20 مليون جنيه تقريباً لتطوير ملعب المنصورة اللي هيتم تطويره على مرحلتين. هتشمل المرحلة الأولى تنجيل أرض الملعب بالنجيل الطبيعي وإنشاء شبكة صرف وري للملعب وصيانة التراك، وده بدعم كامل من وزارة الشباب والرياضة، وهيتم البدء في المرحلة الأولى قبل منتصف شهر أغسطس، بيعقبها المرحلة الثانية فور الانتهاء منها. وهتشمل المرحلة الثانية تطوير المقصورة الرئيسية وتطوير المدرجات واستغلال المساحات أسفل المدرجات في مشروعات وأنشطة استثمارية. أيضاً أعلنت محافظة الشرقية الانتهاء من فحص 365 ألف طفل من عمر يوم وحتى 28 يوم ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة بالشرقية، وبنسبة تغطية بلغت 93% من المستهدف، وده من خلال الأجهزة السمعية وبرنامج قياس السمع بالمبادرة اللي بتستهدف فحص 681,167 طفل حديثي الولادة على مستوى المحافظة داخل 355 مركز طبي ووحدة صحية تابعين ل 19 إدارة صحية بنطاق دائرة المحافظة. شهدت محافظة أسيوط تسليم شحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية كدفعة أولى لمديرية الصحة بالمحافظة لتوزيعها على المستشفيات وقطاع الصحة، وده خلال استجابة سريعة لسد العجز ببعض الأدوية ومواجهة الطلب المتزايد على الأدوية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كمان أعلنت مديرية الصحة بالإسماعيلية تدشين القافلة الطبية بقرية البيضية بإدارة القنطرة غرب الصحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وتضمنت القافلة الكشف والعلاج مجاناً في التخصصات الطبية المختلفة في 8 عيادات تخصصية: البطنة والجراحة العامة والأطفال والنساء والتوليد والأسنان والجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة، ده بالإضافة للكشف عن أمراض السكر والضغط وندوات التثقيف وإجراء الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية وصرف العلاج اللازم للمرضى مجاناً. وبلغ عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليهم 1660 مريض. قررت محافظة القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفني صناعي تجاري فندقي وزراعي للعام الدراسي 2024-2025 بالمدارس اللي بيوجد بها أماكن شاغرة، وده بعد مراجعة الأماكن الشاغرة بالمدارس مع مراعاة الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية. أكدت جامعة أسوان أن وزارة التضامن الاجتماعي الممثلة في وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة قامت بسداد مصروفات طلاب جامعة أسوان من المتعثرين وذوي الإعاقة ومستفيدي أسر تكافل وكرامة، وده تيسيراً على الطلاب وأسرهم في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية ولخدمة الطلاب للارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية والبحثية وتنفيذ أعمال الأنشطة الطلابية على مدار العام الدراسي وخلال الأجازة الصيفية. في شمال سيناء نفذت مديرية الشباب والرياضة معرض للمنتجات السينوية والمشغولات اليدوية بنادي العريش الرياضي. أقيم المعرض بهدف التسويق لمنتجات السيدات العاملات في مجال الحرف اليدوية من محافظة شمال سيناء، حيث إن المرأة السينوية تلعب دور هام في الحفاظ على التراث السيناوي والهوية الخاصة بالمحافظة من خلال إحياء الحرف اليدوية.